مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حيث تهفو القلوب، إلى مهوى الأفئدة، إلى الديار الحجازية يتجمع هؤلاء أعضاء البعثة الإعلامية ومجموعة من قضاة الشرع الحنيف ومجموعة من المفتين للتوجه إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج. ونسأل الله في مستهل هذه الرحلة أن يكتب الله لنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا إن شاء الله. على مدى أكثر من أسبوعين رافقت بعثة الحقيقة الدولية إلى الديار المقدسة مختلف بعثات الحج الأردنية في مقامها بالمدينة المنورة، وحين التفوج إلى مكة المكرمة من ميقات آبار علي، وحتى وصولها إلى مكة. والله شعور حلو جميل. واطلعت الحقيقة الدولية على أحوال الحجاج الأردنيين وملاحظاتهم في المدينة المنورة وجهود وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في تقديم التسهيلات لهم والاستماع إلى شكواهم ومحاولة حلها. هاي ها حق حجي الحين لبس المكتب على البعثة الأردنية وجادل معهم شغلات فكر موظف هون بالسبشن هون، احنا ناس عميان جينا قعدت حوالي ساعتين، المسافة 600 متر. هناك سألوني وين البعثة الأردنية؟ قلت يا عم ما في بعثة. قال لا يا عم في بعثة. اجي سألت موظف المسؤول هنا قلت ممكن جاكم بعثة عندنا الأردن؟ قال نعم 605 الطابق السادس. طلعت عليهم لقيتهم نايمين، قلت اخواني انتم بعثة أردنية؟ قالوا نعم. قلت اخواني احنا صار معي ليش انتم كاتبين على مدخل الفندق مكان المركز الصحي
مسافة كذا يمين، الشارع كذا، دخلت كذا. الواحد يما أنا أبشر مضيت أسأل بنغلاديشيين ومصريين الصبح، وقعد ساعتين ومرة مغمى عليها. مين معاي في الباص يرفع ايده بس؟ طيب تدري معالي الوزير إنه إحنا قعدنا 3 أيام في الطريق؟ 3 أيام؟ اليوم الثالث وصلنا ولا لا يا شباب؟ تدري معالي الوزير إنه السرعة على 80 الباص برج بده يقلب فينا إلا شحطة؟ يا أخوي أنا أنا ميكانيكي، أنا بيجيني تقرير إنه هذا الفحص جاهز فنياً. أنا بطلب تقرير فني يجيني الباص مفحوص، بيجيني مفحوص. الآن إذا تبين إلنا إنه هذا الإجراء غير كافي وفعلا قاعدة في باصات بتجتاز هذا الفحص الفني وهي غير مجتاز الفحص الفني، احنا هاي نعدكم انه نحطها عندنا ضمن الملحوظات. هذا الباص تفضل فيه يا اخ ابو علي، تسمح يا سيدي سجل رقم الباص وبدنا ينفحص فنيا قبل ما يروحوا فيه، واذا تبين انه غير جاهز للمسير بتغير باص اخر. كما زارت الحقيقة الدولية بعثة القوات المسلحة في المدينة المنورة ونقلت فرحة منتسبيها بتمكنهم من أداء فريضة الحج. انطلقت البعثة العسكرية صباح يوم السبت الموافق 15 إلى الأراضي المملكة العربية السعودية، حيث وصلت إلى حدود المملكة الأردنية الهاشمية مع السعودية حوالي الساعة 12 صباح يوم السبت. كانت الإجراءات على الحدود الأردنية ميسرة جدا من قبل جميع الأجهزة الأمنية، ودخلنا إلى الحدود السعودية وكان هناك تعاون من قبل السلطات السعودية حيث قاموا بجميع الإجراءات لجميع أفراد البعثة، وانطلقت بعدها حتى وصلت إلى سكن المدينة المنورة بحوالي الساعة 3 من يوم الأحد الموافق 16. جميع أفراد البعثة سكنوا في الأماكن المخصصة لهم وجميعهم يتمتعوا بصحة عالية ومعنويات عالية، والآن هم موجودين في السكن المدينة المنورة. وخلال تواجدها في المدينة المنورة زارت بعثة الحقيقة الدولية برفقة كوادر وزارة الأوقاف موقع معركة أحد ومسجد قباء، حيث كانت لها وقفات هناك.
يمضي موسم حج عام 1434 بما فيه من إيجابيات وما عليه من سلبيات، لكن الأسئلة تبقى كثيرة وبرسم الإجابة. علنا في مواسم الحج القادمة نستقبل حجاجنا وهم راضين عن الخدمات المقدمة أثناء تأديتهم مناسك الحج.